وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، كذا قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى. ورواه ابن ماجه والطبراني وابن حبان وصححه، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه البوصيري وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وجود إسناده المنذري وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن أبي حاتم في التفسير وإسناده حسن، إن كان عزرة سمع من حذيفة رضي الله عنه وهو بعيد. المسألة الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: انزعها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال: وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه لم يفلح، هذا وهو صحابي، فكيف بمن دون الصحابي؟ فهو أبعد عن الفلاح. وأن بعض الصحابة قد يجهلون مثل هذا، فكيف بمن بعدهم؟ وأن التميمة نوع من الشرك. فدل الحديث على أن تعليق التميمة معتقدا فيها النفع شرك، لأن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله جل وعلا. وأنت تجد هذه التعاليق في عصرنا هذا في السيارات وفي المكاتب وعلى الأبواب في بعض المؤسسات وغيرها، فهذه التعاليق ما زالت موجودة. هذا الشرك يحتاج إلى محاربة، ببيان ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تحسبن أن هذا من الترف العقلي، بل هو من أهم المهمات ودعوة إلى التوحيد. The eye is a stone bead made of glass, iron and copper. Along with water and salt, those ingredients are believed to fight back evil forces. The bead is said to reflect back evil intent, and the blue glass will suck up bad energy around you. Tourist Sarah Price buys the evil eye, but doesn't buy the story. I'm not incredibly superstitious. I mean, it's the same sort of concept as a dream catcher, isn't it? And you think that it's going to catch all your bad dreams, and this is going to ward away evil, but it's nice because it's pretty. It's made by skilled glass workers practicing a 3,000-year-old craft. Yunus Şengör has an evil eye stand at Istanbul's spice market. He believes in the power of the eye. It's for charming the evil eye. I wouldn't sell it if I didn't believe in it, he says. The blue bead is certainly good for business. Şengör says he sells about 500 a day. You can never quite get enough evil eye in a country that values this icon. Zeyn Verci, CNN, Istanbul. وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشد مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس، ومنعهم من قربان حرمه وحرم ذبائحهم ومناكحهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين،
وجعلهم أعداء له سبحانه وتعالى ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. ويوجب هذا كله للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله عز وجل. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مفسرا ما وقع من الكسرة التي أصابت المسلمين على أيدي التتار، قال: إننا كنا نذهب إلى الناس في محلهم ندعوهم إلى التوحيد وإلى إفراد الله رب العالمين بالعبادة وإخلاص العبادة لوجه الله الكريم، وكنا نقول لهم: إن الذي أصابكم إنما هو بسبب شرككم وما وقعتم فيه من بعد عن توحيد الله جل وعلا. لأنهم كانوا يقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، ففزعوا إلى غير الله رب العالمين فأذاقهم الله الوبال على أيدي التتر، فلما عاودوا نصرهم الله رب العالمين عليهم كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا أمر لا ينبغي لأحد أن يمتري فيه، هو من الحقائق الساطعة الناصعة التي أثبتتها نصوص الكتاب والسنة وكفى بها، وكذلك أثبتها الواقع على مدار تاريخ الإسلام العظيم. فإن المسلمين ما تمسكوا بتوحيد ربهم وعملوا به ودعوا إليه نصرهم الله رب العالمين، وما بعدوا عنه بعد عنهم العز والتمكين على قدر ما بعدوا عن توحيد رب العالمين. أسأل الله أن يرزقنا التوحيد الحق وأن يحققنا به وأن يقيمنا عليه حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.